أخبارنا الميدانية نبدأها من القصير بريف حمص وأنجازات جيشنا الباسل الذي استعاد السيطرة الكاملة على مطار الضبعة بعد القضاء على عدد من الإرهابيين واستسلام آخرين وألقاء القبض على الباقين. مشاهدينا الكرام، كاميرا أخبار التلفزيون العربية السوري تدخل إلى مطار الضبعة. هذا هو مطار الضبعة بعد أن قامت بواسل الجيش العربي السوري بالقضاء على عدد من الإرهابيين، كما قامت مجموعة إرهابية أخرى بتسليم نفسها لبواسل الجيش العربي السوري مع أسلحتها وعيداتها. قد القادة الميدانيين اللي قاد معركة مطار والسيطرة عليه، احكي لنا قد ايش استغرقت عملية المطار؟ كم عدد الإرهابيين؟ كيف سيطرتوا عليه؟ طبعا من جديد تتابع وحدات الجيش العربي السوري ملاحقة الإرهابيين المسلحين، وكان آخر عمل لنا بمطار الضبعة حيث كان يتحصن فيه مجموعة من الإرهابيين المسلحين. تم القضاء عليهم، وفي قسم منهم طبعا سلم نفسه، في قسم منهم تم القاء القبض عليه حي. شو بتوعد هلا يعني اهل القصير والقرى المحيطه بالقصير عن عمليات الجيش؟ طبعا ان شاء الله نحن متابعين بقوه وعزيمه حتى القضاء على الارهابيين بشكل كامل وعوده الامن والامان الى مدينه القصير بالكامل وبالتالي مدينه حمص. اذا كما نلاحظ هذا هو مطار الضبعة بعد أن قامت بواسل الجيش العربي السوري بالسيطرة على هذا المطار. طبعا هذا هو مطار الضبعة. إذا نصل إلى قمة المطار إلى الهنجار الأول كما نشاهد. هذه هي صور مطار الضبعة. معنا أحد بواسل الجيش العربية السوري، حدثنا كيف كانت معركة مطار وكيف تم السيطرة وكيف تم قتل الإرهابيين. تم القضاء على مجموعة إرهابية كبيرة من قوات البواسل الجيش العربي السوري، معنا نحن، وإن شاء الله في النصر قريب. قمنا بالسيطرة على مطار الضبعة خلال اليوم، أنجزنا عمل كبير جدا وسحقناهم سحق. إذا نحن على سفح أحد هنجارات مطار الضبعة.